أب أراد أن يختبر أبناءه وأراد أن ينظر إليهم ماذا سيفعلون له بعد موته. فقال لهم يا أبنائي وهم ثلاثة، قال لهم ماذا يمكن أن تقدمون لي بعد موتي ولديه أموال، سيترك أموالا يرثونها. قال ماذا ستقدمون لي بعد موتي؟ قال الأول سأبني لك عددا من المساجد لينال الأجر بعد ذلك، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح أراد أن يتصدق عن أبيه ببناء المساجد. وأما الآخر فقال إنني أجري لك نهرا أو فلجا. أما الثالث فلم يقل ما قاله إخوانه، فقال له يا أبي، قال له نعم، أخذ الإبل حجر حصى وهم يسيرون في وقت الليل فرماها إلى الخلف، أو في وقت النهار فرماها إلى الخلف، فقال له يا أبي هذه الحصى التي رميتها الآن أريدك أن تميزها، أين هي؟ هل تعرفها من بين الحصى الذي هو واقع في الخلف؟ قال له لا. فأخذ حصاة أخرى فرماها أمام الأب فسقطت، فرآها من؟ فرآها له. قال أرأيت الآن تلك الحصاة التي رميتها؟ قال نعم. قال إذن إذا أردت أن تعطي فأعطي ماذا؟ فأعطي في حياتك. نحن أبناؤك نعم، لكن الشيطان يدخل بين الإخوان عندما يأتي وقت الميراث وتوزيع الميراث، يختلف الإخوان، الشيطان يدخل في القلوب فيفرط تلك القلوب. فقال إن أردت أن تعطي ذلك الناصح الحقيقة وهو ابنه، كان يمكن أن يقول مثل أخوانه سأعطي وأفعل وأفعل، لكنه قال إن أردت أن تعطي فأعطي في حياتك فإنك ترى ثمرة ما تعطيه أنت، أما أنني أؤخر ولدي من الخير الكثير فهنا الإشكال. رجل يذكر عنه على أنه أصيب بمرض واشتد به المرض، فقال اطلبوا لي فلان، رجل ينظر إليه في الصباح أن يبقى عليه، طلبوا هاتوا لي عشان يقرع عليه. فذهبوا لذلك الرجل، قال حقيقة أنا لا أذهب إلى البيوت، يعني من أراد أن يأتي إلى المسجد فمسألة الرقية الشرعية. فلحوا عليه قال أكون مريض ويعني في فراشه ونخاف، يعني مثلا تقوله له مطلب قبل أن يموت. فإذا بذلك الرجل ذهب إلى يعني مع أولئك الأبناء وذلك الإبن إلى الأب وهو لا يعلم، فوجده على أنه يعيش في قصر، يعني رجل ثري ولديه أموال فيظهر فيه الثراء والنعم. فدخل على ذلك الرجل في بيته في غرفته الخاصة ومهيئة، يعني مثل يقول عيشة الملوك ذلك الغني. فعندما دخل إليه والأبناء معه قال لي الأبناء اذهبوا، قلت طلعوا، طلعوا الأولاد ووقع معهم ذلك الرجل الذي جاء لرقية ذلك الشيخ. فعندما أغلقوا الباب أجهش ذلك الرجل وذلك الأب بالبكاء، بكى وينتحب مثل الطفل الصغير يتألم في داخله. قال وما الذي يبكيك يا أخي؟ يقول استهد بالله واذكر الله والله شافي والله المعافي. قال إن الذي يبكيني إنما هم أبناء. قال لي كيف؟ قال كنت مريض وشد بي المرض وحتى أنهم كانوا بقربي، ثم أنني بعد ذلك حسيت بشيء يعني من الدوخة، ما استطعت يعني إني أقاوم، ولكني لم أكن نائم فكنت مغمض العين. أبنائي بقربي يتحدثون ويتكلمون ويوزعون الميراث وأنا على قيد الحياة، حتى أنهم اختلفوا فيما بينهم على عمارة في موقع متميز من يأخذها منهم، اختلفوا وهو ما زال على قيد الحياة. فيقول ازددت ألما فوق الألم،
ومرض فوق الأمر فوق المرض، ماذا فعل؟ فذلك الرجل كان ناصح، قال له: سمعت بأذنيك ما قاله الأبناء، فإذا عليك إذا أردت الخير لنفسك بما أكرمك الله وبما أعطاك الله من هذا المال فعليك أن تعطي ولا تمنع أبنائك من الخير، لكنك قدم لنفسك واعطي، وما بقي لك من العمر فهو منة من الله ونعمة إن اختارك الله، فتكون نيتك صادقة وخالصة لله، وعليك أن تفق ما تستطيع أن تنفقه، وإن كتب الله لك العمر وامتد لك العمر فعليك أن تبذل جهدك في العطاء لله عز وجل. إذن العطاء المادي مهم، لكن العطاء المعنوي هو الأهم أيها الإخوان.